قال الرسول صلى الله عليه وسلم للفضل بن حكيم، هو حكيم على اسمه، يا فضل ماذا تأكلون؟ قال نأكل تمرا ولبنا، نأكل لبنا ولحما يا رسول الله. قال ثم يصير إلى ماذا يا فضل؟ فسكت الفضل احتراما له صلى الله عليه وسلم. قال يا فضل يصير إلى ماذا يا فضل؟ فسكت. قال يا فضل يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما تعلم يا رسول الله. قال للدنيا في نظر الله لا تسوى ما يخرج منكم، هذه الدنيا وما فيها من كل ما فيها لا تسوى شيء، لا تسوى شيئا عند الله. فإذا أعطي ابن آدم فإن فرح، فإن شكر وحمد وقام بما عليه أخذ الدنيا والآخرة، وإن لم يقم فقد خسر خسرانا مبينا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة يسحب سخلة. وش السخلة ونبوك؟ خلوه يجاوب. وش السخلة؟ جميل، الماعز صغيرة، وهي صغيرة أو جنين الماعز كما قالوا مشائخنا، يسحبها يجرها، ماتت سخلة ميتة. فقال والرسالة لي ولكم وقبلها للصحابة، ما تظنون هذه في عين صاحبها؟ واحد يسحب سخلة ميتة في الأرض يسحبها بقرونها، قال ما ظنكم هذه في عين صاحبها؟ قالوا لا شيء يا رسول الله. قال للدنيا في عين الله لا تساوي هذه في عين صاحبها. إذن الرسالة التي لي ولكم، هذه الدنيا كلها بما فيها مع ذلك فيها إيش؟ شيء طيب. ما أعظم في الدنيا، أعظم شيء في الدنيا بعد لا إله إلا الله وأن تحيا وتتبع هذا الدين العظيم وهذا النبي العظيم، ما أعظم ما فيها هذه الدنيا، أو ما أحسن ما فيها؟ قلت ذكر الله والإسلام بكبره، بعده ماذا؟ ماذا بعده؟ أنك تستطيع أن تعوض، أنك تستطيع أن تعوض. إذا أخطأت تقول بكرة إن شاء الله ما عاد فايتني الفجر، بكرة أقوم. إذا أذنبت تقول الآن بتوب وبأمر الله لن أعود. ما زال عندك فسحة، تعوض تعوض تعوض، تعقل. السفيه سيعقل يوما من الأيام إذا مد له في عمره. إذن التعويض موجود، وهذا أجمل ما في الدنيا. لكنني الذي أنا اليوم أتكلم أنا وأنتم فيه، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، انتهى. هذه المرحلة مرحلة إيش يا أخوان؟ مرحلة القلب السليم. يبدأ مرحلة القلب السليم من هنا. إذا وصلت وجاءت سكرة الموت هنا لا تعويض، انتهت، انطوت، قفلت، سكتت، طوت، انتهى، ما بقى إلا أنت ورحمة ربك ثم عملك، لا تعويض في هذا. كان لي مريض وكان عمره 10 سنين، وكنت بجانبه، وكان أبوه بجانبه، لكن كان حكيما ذلك الأب، وكنا واضعين جهاز الأكسجين على إصبع رجله الكبير، فتوقف كل شيء،
فقال لي: يا دكتور، لماذا لا تضعه على ساقه؟ فاستغربت السؤال فلم أرد عليه. قال لي: يا دكتور، ضعه على ساقه. فوضعته على ساقه وإذا بكل شيء يرجع كما كان. فتعجبت، دقيقة دقيقتين توقف، قال: يا دكتور، ضعه على فخذه. فوضعته فإذا به يرجع كل شيء. ضعه فوقف دقيقتين ثلاث فوقف، قال: يا دكتور، ضعه على بطنه. دقيقتين اشتغلت بعدين توقف، قال: ضعه على صدره. وضعته ثم توقف، قال: يا دكتور، ضعه على حلقه هنا. فوضعته ثم الأعلم إلا الصبي قال، فوقف كل شيء. فلولا إذا بلغت الحلقوم. اليوم أتكلم أنا وأنتم في هذه المرحلة، مرحلة عجيبة غريبة. قال لي أحد جيراننا وهو من أهل الصلاح والفلاح: أشهد بالله على ذلك، رجلا تقيا نقيا كان بجانبي في المسجد في يوم من الأيام بعد صلاة الظهر، قال: يا دكتور، ذكرت أمي وهي تحتضر، قال: كنت فوقها ساكن وهي تحت، فاتصلت بي: يا فلان انزل، أنا تعبانة. فنزلت فوجدتها متمددة على فراش، قالت: يا ولدي، اقرأ علي. فبدأت أقرأ عليها، ففجأة قالت لي: يا ولدي. قلت: نعم يمه. قالت: روحي اخرجت من رجلي. يمه اتق الله. قالت: يا ولدي، الروح إذا خرجت لا ترجع. يقول: فاقشعر جلدي فوقفت. ثم بعد دقيقة دقيقتين: يا ولدي. قلت: نعم يمه. روحي خرجت من ساقي، ثم روحي خرجت من فخذي، ثم روحي خرجت من بطني، ثم من صدري، ثم عند حلقي، ثم إذا بها تنفث نفثة عجيبة وتخرج روحها. قال لي أحد علماء المملكة، أحد العلماء الكبار، أحد أبنائه يصف أباه وهو يحتضر، فوصف لي كما وصف هذا مع أمه. يقول: احتضر الشيخ قبل الفجر فإذا به يقول لي هذه السلسلة. عندما قلتها له قال: أبي قال لي نفس السلسلة. إذن يا أخوان، اتفق العلماء أن الروح تخرج من أسفل إلى أعلى حتى تصل هنا. أنا وأنتم اليوم نبحث في هذا، هل أنا وأنتم مستعدون لهذه المرحلة؟ وإذا لا، متى سنستعد؟ اليوم أنا وأنتم عجيبة يا أخوان، إخواني أقولها لكم بكل ما تعني هذه الكلمة، والله وتالله وبالله، لن ينفعك إلا اثنان: ربك رحمته ومغفرته، ثم عملك. كلمتني أحد الأخوات قالت لي: يا دكتور، أبي عمي مريض من مرضاك، حاولنا أن نأتي بالمشايخ وقد أكل مال أبي كله، مات أبوي من 25 سنة وكان شريكا له فأكله كله، الآن في المستشفى يحتضر، نريد أن يعترف أن نصف ثروته لنا. أتدرون من منعني؟ أبناءه منعوني أن أقابله. ليش؟ خايفين على الثروة، هم لم يخافوا على أباهم، خايفين على الثروة تنقص النص، يريدون أباهم يذهب إلى النار بس ما تنقص ثروته. فلن ينفعك أحد. رأيت أبنائك هؤلاء الذين أن تركض وراهم تقطع من لحمك من أجلهم، قد يكون واحدا منهم ينسى أنك كنت أبا له بعد أن تموت. إخواني، قال لي أحد العمال من أحد البلاد العربية: جئت إلى رجل في 60 في 70 من عمره وأنا شباك، قال لي: أريدك أن تعمل دورة المياه هذه لي. فقلت له: ب1500 ريال. قال: طيب. فعندما أنهيت العمل أعطاني 500. قلت: ولا 1000؟ قال: انقلع بس.
اقلب وجهك رح بس 500 كثيرة بعد. اتفقت أنا وياك على 1005، قال أقول لك رح سوي لي تبي. يقول فتركته الخميس، كان الخميس، فجئته السبت قلت لعله يهدأ، فوجدت في بيته عزاء، فوجدت في بيته عزاء، قلت من؟ قال هو مات. قلت عزيتهم وذهبت، قلت بعد أسبوع أو 10 أيام آتيهم أكلموا ابنه الكبير هذا الذي يعزونه الناس. فجئت لابنه وقد ترك خيرا، قلت له أبوك قاولني على 1005 وما أعطاني إلا 500، أريد 1000. قال رحلة في قبره خذها منه، لن ينفعك أحد. إذا جاءت سكرة الموت، إذا بلغت الحلقوم، لن ينفعك أحد، ستتمثل لك الدنيا وما فيها، سيأتي عملك، ذنوبك، أشيائك، كل شيء أمامك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بس انتهى. ما هي سلامة قلبك تنفعك هذا اليوم؟ إذا كان نبي الله أبو الأنبياء يقول ولا تخزني يوم يبعث، يوم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني، سيتذكر من ينسى أو يضيع صلاة الفجر، يا ليتني ما ضيعت. سيتذكر من ظلم، يا ليتني ما ظلمت. سيتذكر من يغتاب، يا ليتني ما اغتبت. سيتذكر كل يتذكر، كل يتذكر ويتذكر، يا ليتني، لكن لا تنفع ليت. ليت تنفع في الدنيا لكنها في الآخرة في هذا الموقف لا تنفع. هذه الموقف دقيقة، دقيقتين، 5، 10 يوم، الله أعلم كم يعني. بعض الناس يحتضر مدة طويلة، بعض الناس لا يحتضر إلا ثواني، لكن كلها كلها أمر عجيب. أخواني، لن ينفعني وإياكم أحد، لن ينفعني وإياكم رجل أو امرأة إلا ما قدمت. والله وتالله وبالله سترى صحيفتك، أعمالك قائمة تتذكرها، يا ليتني ما عصيت أمي، يا ليتني قمت الليل. تريد أن تريد، وأنا وأنت بين 3 أمور لا ثالث لهما، 3 ما في ثالث لهم، 3 في هذا الموقف، 3 صورها ربي في صورة الواقعة كما قلت لكم. فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الأمر ماشي، نجح، لكن نجح بمقبول جيد. ستندم عندما ترى أنك جيد، وأنك ترى موقع ممتاز لم تبلغه، والسبب غبائك، السبب تقصيرك، السبب ربي كما قال في الحديث الصحيح عذر 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 الله أول لفظة إيش؟ أعذر الله أعتقد من بلغ 60، يعني من بلغ 60 ليس له عذر. ربي يتركك 60 سنة، ماذا ستعمل؟
إخواني أخواتي، هذه الدنيا لا تسوى شيء. هذه الدنيا قال عنها ربي وربكم إنها لا تسوى الذي نسحب عليه السيفون كل يوم. هذه الدنيا بما فيها لا تسوى، سخلة تجر ميتة لا تسوى شيء. ألم يقل ربي في الحديث، ألم يقل صلى الله عليه وسلم عن ربه: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما أعطى الكافر منها جرعة ماء. عندما آتي أنا وأنتم فما لي ولكم إلا ثلاثة، وإما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وإن كنت أظن بل أجزم أن رحمة ربي عظيمة وأنه لن يكون من أمة محمد هذا موقعه بأمر الله، لكني أنا وأنتم سنتحسر إذا لم ندرك أعمالنا. ثلاثة أوضاع، خذوا قصصي منها أقول لكم قلت ولا أقول قيل. أما الأول فروح وريحان وجنة نعيم في 15/9 أحسبها الله حسيبه، 15/9/1400، 15/9/1422 في نصف رمضان في صلاة الفجر في مسجد من مساجد السلامينية قريب من بيتي سقط رجل في آخر الصلاة، صلوا أخذوه، كلمني ضياء مغسل الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، قال: جاري وقع عندنا نريد فزعتك، نريد أن تأتي. فجاءه طبيب القلب، طبيب القلب يقلب يقول وضياء بجانبه يقول: وطبيب القلب يقلب أوراقه إذا به ينظر إليه ويقول: يا دكتور لا تتعب نفسك، فوالله إني متوفى، ووالله إني على خير، ووالله إني أرى موقعي في الجنة الآن، ووالله إني أرى الحور العين وقد اصطفت لي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وخرجت روحه. يقول البراء بن عازب في تصويره لهذا المشهد: والحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجه وأبي داود بطوله بثلاث صفحات، وهو عند مسلم بمختصر الذي سأقوله. يقول صلى الله عليه، يقول البراء بن عازب: قبرنا رجلا من الأنصار، قبرنا رجلا من الأنصار، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على حافة قبر لم يدفن فيه أحد ومعه عود ينكث به في التراب، فقال: إذا كان أحدكم في إقبال على الآخرة، إدبار على الدنيا أن يحتضر، وكان من أهل الصلاح، فإنه يرى مد بصره ملائكة بيض الوجوه ويرى وهم ملائكة الرحمة، ويرى موقعه في الجنة. وقد رأيت من هؤلاء ثلاثة اتفق عملهم على واحد، 32 سنة خدمة في المستشفيات، رأيت من هؤلاء ثلاثة اتفق عملهم على واحد، أتدرون ما هو؟ ما تظنون؟ إن كنت أريد أن أسأل شيخي، لكنني لن أتجرأ أن أسأل شيخي، لكن بدور واحد أمون عليه. ماذا سعادة المهندس، ماذا تظن هذا العمل؟ عمل صاحبه يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جميل، لكن أعظم، هذا شياب كلهم ذول. نعم، الثلاثة
عملهم واحد سبحان الله، كانوا يسابقون المؤذن على المسجد، ما عندهم غيره. واتفقوا الثلاثة بأنهم لا يغتابون ولا يكذبون ولا ينمون ولا يتعرضون للخلق، فإذا عملوا وحفظوا فكان الجزاء، فإن كان من المقربين. إخواني، أما الثاني فهو رجل شاب عمره 17 سنة أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ في رقبته، أؤتي به إلى الإسعاف، جاءه الطبيب يريد أن يخرج الرصاصة له، قال له يا دكتور لا تتعب نفسك، والله إني أشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي ليودعهما، ودعهما ثم تشهد ومات. وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلم أخي، سأندم أنا وأنت إذا لم نكن من الأول. سترى موقعك تقول يا ربي تكفى، بس أدخل جنة الدنيا بي وغيري وغيري في الفردوس الأعلى، ليش؟ ثم تلوم نفسك، ولا لا ليت ولا تعاد. ما أعظم ما في الجنة يا ولدي، والذي ستندم ليلا نهارا حتى وأنت فيها إذا لم تأخذه، إذا لم تعطى إياه. ما أعظم ما في الجنة رؤية الله لكل الناس، لكن شيئا يميز به الناس. نعم، ستندم ستندم ثم تندم ثم تندم إذا رأيت نفسك في الجنة وغيرك في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد بأمر الله ستدخل الجنة، هذه الوجوه بأمر الله ستدخل الجنة، لكن أي جنة نريد؟ القضية يا أخوان ليست قضية اليوم عندك 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين، 4 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، وقت مهر للفردوس الأعلى. ربي لا يريد أننا نتعبد فنجلس ولا نتحرك. الفردوس الأعلى تريد أن تعبد الله كأنك تراه. الفردوس الأعلى تريد الصلوات الخمس في المسجد. الفردوس الأعلى تريد صياما. الفردوس الأعلى تريد قياما. صلوات الفردوس الأعلى تريد، تحتاج إلى مجالس العلماء. شيخي، كم يجلس في مسجدك للشروق، وكم يجلس في مجلسك في مسجدك بعد العصر إلى المغرب؟ أمة تدور يا أخوان، تدور على مساجد مدينة لن أسميها، مدينة من المدن، ما تلقى في مساجدها بعد الشروق قبل الشروق إلا واحد أو اثنين. زهدت فيما عند ربها؟ ليش؟ يوم الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم من جلس، من صلى ثم جلس إلى المغرب فله دعوة لا ترد. كم يجلس في مسجد، كم جلس في مسجدك اليوم؟ صلى العصر فجلس، وهذا يا أخوان ترى شرط الإجابة، ليس شرط الإجابة أنك في يوم الجمعة تأخذ الإجابة، الشرط من جلس في صلاة، يعني امرأة دخلت مصلاها العصر فجلست فما خرجت منه إلا المغرب لها دعوة لا ترد. رجل صلى في هذا المسجد أو في مسجد الرياض أو في الحرم أو في أي مكان مع الإمام العصر فجلس إلى أن أذن المغرب له دعوة تستجاب.
وإن كانت في حديث آخر لم تشرط، لكن الحديث الثاني شرطها. فجلس في صلاة، فكان في صلاة، يعني جالس وسط المسجد. إذن يا أخوان، هذه الأمور أليست عيب علي وعلى المقصرين أمثالي أن نزهد فيما عند الله؟ لماذا غيري يقوم الليل بألف آية وأنا لا أقوم؟ قل لي السبب يا شيخ، ليش؟ ليش هذا يقوم وهذا لا يقوم؟ هذا زاهد فيما عند الله، وهذا طامع فيما عند الله، وفرق بين زاهد وطاعم وطامع. ألف آية يا أخوان يقول عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية في ليلة كتب من القانتين، يعني كأنه قام الليل كله، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار أجر لا يعلم حده ولا حده، وقيل في بعض تعاريفه أنه كمن أنفق مثل جبل أحد ذهبا. تعرف كيف تقنطر؟ كم تأخذ الوقت منك من القنطرة؟ أن تقرأ جزء تبارك وجزء عما، جزء تبارك وعما 993 آية مع الفاتحة كملت الألف. كم تأخذ منك يا شيخ؟ ساعة بركعتين، أو ساعة وخمس دقائق بأربع ركعات. ما الذي يضيرني أنا وأنت أن إذا صليت العشاء صليت أربع ركعات بألف آية ثم سحت في الأرض كما أريد، ثم إذا جاء الساعة 12 إما أن أوتر وأنام أو أن أصلي ركعتين وأقوم كما قام صلى الله عليه وسلم كما مات عليه، أوتروا قبل الفجر بخمس أو ثلاث ركعات. يضرني هذا؟ لماذا؟ لا أعلم، لأني زاهد فيما عند الله. وأعظم سوء أدب أن أزهد فيما عند الله. ربي، تخيل يا شيخي أن جاك السلطان قال لك خذ هذه مليون ريال، قلت لا لا ما في. السلطان أعطاك مليون، ليش ما تأخذه؟ بس يا أخي ما في، وأنت فقير ما عندك شيء، ماذا نقول؟ مسكين لم يعد العدة، إذا جاع ودور الأكل يبي قروش يروح يشحل. طيب ما عندك، أعطوك إياها. فيا إخواني، الزهد فيما عند الله مشكلة من المشاكل. لكن السؤال يا ولدي، لماذا نزهد فيما عند الله؟ لماذا نزهد سعادة المهندس؟ لماذا نزهد فيما عند الله؟ نطمع إلى كرمه سبحانه أن ندخل جنة الفردوس. بس هذا يبغى لها شغل، حبنا للدنيا. لأن القلب غير سليم. لو أن القلب سليم لتجلى إلى نفحات الله. الرسول في الحديث الصحيح: إن لله نفحات. من يدرك هذه النفحات فليعلم أن قلبه سليم. من يدور عليها الحين، أليس في الدنيا، أليس التاجر أو الطبيب أو المهندس أو أيا كان يدور وين يعني في الدنيا شيء طيب يروح يستغله؟ وذا جميل، ما حد يقول لك لا. الآن اللي يشتغلون في الحج، اللي لهم موسم الحج قاعدين يشتغلون، ينسقون حق الحملات في العالم الإسلامي، قاعدين يحطون دعايات علشان يجيبون زباين. كل يبحث، وهذا جميل أن تبحث عن
ما يصلحك في الدنيا، أليس من الأجمل أن تبحث فيما يصلحك في الآخرة؟ أنا لن أقول لكم القصة الثالثة لأنها والآيات الثالثة، لكنها يا أخواني يكفيني أنا وأنتم حسرة، لا قدر الله لو كنا من أصحاب اليمين، وغيرنا قليل من الآخرين من السابقين السابقين. ربي كما يقول شيخي في سورة الواقعة أعطاني أنا وإياكم الهمة، ثم قال في الأخير اختر ترى ثلاثة، بين الثلاثة فقال السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين راحوا وقليل من الآخرين، ليش ما أكون أنا وأنت من هؤلاء؟ ما المانع؟ ما الفرق بيني وبين عمر بن الخطاب أو أبي بكر؟ نعم هم أفضل مني منزلة، لكني كبشر أنا وهم أليسوا سواء؟ أليس جسمي وجسمهم واحد؟ أليس ربي وربهم واحد؟ أليس همي وهمهم واحد؟ سواء، لا نختلف. لماذا أبو بكر رضي الله عنه يقوم ويعطي ويتصدق؟ إخواني همم عظيمة، نفحات الله، هل نحن نتصيدها؟ خذ نفحة. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وفيهم أفضل الأئمة أبو بكر وعمر وعلي وأظن عثمان، المهم جالسين، فقال صلى الله عليه وسلم من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. فرد عليه عمر قال أنت جالس معنا كيف صدقت؟ يعني شلون تصدقت؟ يعني احنا جلسنا وانت معنا كيف تصدق؟ قال اني دخلت المسجد ومعي ابني محمد فوجدت فقيرا يسأل فاخذت، وكان مع محمد قطعة خبز فاخذتها واعطيتها اياه تصدقت عليه. قال سكت، قال رضينا ابني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد منكم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال تعالى عمر، عمر يا أبا بكر جالسين ما حد منا افترق، فكيف زرت مريضا؟ قال وأنا قادم تذكرت أخي عبد الرحمن بن عوف أنه مريض فقلت أمر عليه قبل أن آتي إلى المسجد، فمررت عليه فعدته في مرضه مشاه. قال من منكم مشى في جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال عمر يا أبا بكر نحن من أصبحنا وإحنا جالسين كيف؟ قال إني خرجت من بيتي فرأيت جنازة فقلت أتبعها ثم أذهب وأصلي، فتبعتها ووقفت معهم ودعوت وجيت. فقال صلى الله عليه وسلم الأخير سهل لأن عمر ما تكلم فيه، قال من منكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسكت لأن هذا ممكن أنك تصير صائم، إيه مشكلة هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشر بالجنة يا أبو بكر، فإنها ما اجتمعت أربع في رجل في يوم إلا كتب الله له الجنة. في أي يوم؟ ولو مرة واحدة؟ ولو مرة واحدة، بس الطمع طيب. إن استطعت أن تكرر كرر. بالله عليكم يا أخوان صعبة ذي، صعبة. أصبح صائما، عد مريضا، تصدق بماء، هذا بكم عندكم؟ يمكن ربع ريال؟ تصدق بماء، أفضل الصدقة الماء،
ثم تصيد في مسجد يكون فيه جنائز، اقعد فيه حتى تؤتى بجنازة واقلبها إلى المقبرة تأخذ الأرض. صعبة هذه نفحات الله، ووالله وتالله وبالله ستذكرها عندما تبلغ الحلقوم، ستأتيك الجدول، سيأتي كله قدامك، لأنك ستذكر أن هناك فردوس أعلى، وأنك ما رأيت إلا الدنيا البسيطة، لم ترى فيها أحدا. فإما إن كان من الضالين المكذبين، والحمد لله، وأسأل الله أن لا يجعل من هذه الوجوه واحدا منهم، وأسأل الله أن لا يجعل من أمة محمد أحدا منهم، ولا أبنائي ولا أبنائكم ولا أبناء المسلمين. في 6/8/1406 يوم السبت بعد صلاة المغرب، يوم السبت بعد صلاة المغرب، اتصل بي الممرض وقال لي: يا دكتور، المغذي الذي في يد المريض الفلاني في يده اليمنى تعطل، نريدك أن تضع في يده اليسرى. جئته أسعى، هذا المريض له عندنا 6 أشهر، 5 منها يكلمني وأكلمه، والشهر الأخير أغمي عليه تماما، لا يحرك، حتى أنه يؤكل من أنفه بالأنبوب ويشرب. جئته أخذت يده اليسرى أبحث له عن عرق، قال لي: مين؟ قال لي: مين؟ مين؟ قلت: خالد. قلت: قال الدكتور خالد؟ قلت: نعم. قال: شو تدور؟ قلت: أبحث لك عن عرق أضع لك فيه مغذيا. قال: لن تجد عرقا، أنا ميت. قلت له: لا، ما أنت ميت. قال: يا دكتور، أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت له: لا، ما أنت ميت. قال: يا دكتور، أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني. إخواني، لا أستطيع أن أصف لكم حالي، لكنني لا أنسى ذلك الشعر، شعر جلدي قام، حسيت بل تأكدت كأن الملائكة العذاب أمامي تدفني في تلك الغرفة 2205 في الدور الثاني في المبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. نظرت إليه نظرة ثاقبة، ثانيتين، 3 4 5، خرجت روحه. وإن كان من أهل المعاصي، تكملة حديث البراء بن عازب، وإن كان من أهل المعاصي فإنه يرى مد بصره ملائكة سود الوجوه شداد غلاظ، وهم ملائكة العذاب، ويرى موقعه في النار. ما في يا أخوان، قبل أن تخرج روحك، أنا وأنت لنا 3 حالات، لا رابع لها: إما روح وريحان وجنة نعيم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأما جنة من أهل اليمين، سلام لك من أهل اليمين، سلموا إلى جنة الدنيا. والثالث: أسأل الله لا يكون من أمة محمد منهم أحدا. إخواني، الموقف جلل والأمر جلل، لكن إن ضربت لنفسي ونفسكم أمثلة فلن يصلح قلبي وقلوبكم، لن يكون سليما. والسلامة سلامتان: سلامة تنجحك تدخل، وهذه لا تريدها، والله وتالله وبالله سيندم من يدخل الجنة ولا يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، ستندم طول الدهر، ستندم طول الدهر. إذن يا أخوان، الأمر جلل، والندم لن يكون ندم.
خلاص أصبحت حقيقة. إذن ما زال عندي متسع، والحمد لله أنه ربي ترك لي ولكم ثواني الله أعلم كم، لكنها من أجل أن أعاهد نفسي أنا وأنتم من الآن أن نكون من أهل الفردوس الأعلى، من السابقين السابقين، وليس لنا مكان إلا هذا، لا نريد إلا هذا، ونحن بأمر الله بمغفرة الله ورحمته أهلا لهذا. نعم لن ندخل بأعمالنا، لكننا سندخل برحمة ربنا ونقدر الله حق قدره فيرفعنا ويكرمنا بالفردوس الأعلى. سنندم يا أخوان، سنندم يا أخوات عندما نرى فلانا ابن فلان من عامة الناس من رعائهم من أفقر الناس، هذا الذي نراه أنه ليس شيء، نراه يجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع إبراهيم ومع موسى وعيسى، وبعضنا يجلس مع نفسه حتى لو كان معه حورا عينا إلى لم تنقطع، وأنهارا 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 لا تنقطع، والله لا تسوى شيء. عندما ترى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ولا تصل إليه لأنك لست كفؤ، ثم تدعي أنك تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم حب الحبيب يحتاج إلى بذل، فكيف أكون من أهل الفردوس الأعلى؟ كيف سيكون، كيف أكون قلبي سليم 100%؟ وهذا اجتهاد مني، قد أكون مخطئ، لكن هذا الذي جلست وبدأت أكتب كيف أكون من أهل الفردوس الأعلى. أول شيء ما هو؟ طبعا أني أخلص لله العبادة، هذه ما فيها كلام، الذي يعني لن نتكلم عليها، لأن الذي لم يخلص لله العبادة هذا انتهينا منه. ها طيب، ما هي سلامة القلب؟ سلامة القلب ليست كلاما. أول نقطة في سلامة القلب ما هي؟ النية مطية، حنا خلصناها، أننا نعبد الله لا نشرك به شيء، وهذا من فضل الله علينا. غيرنا يعبد فارة، غيرنا أكرمكم الله يعبد فرجا، غيرنا يعبد بقرة، فاحمدوا الله أنكم تعبدون الله، فهذا توفيق من الله، يحتاج مني ومنكم إيش؟ إلى الشكر، والشكر أن نعبده على بصيرة. السؤال كيف نعبده على بصيرة؟ أول واحد، هذه الكليمة يا أخوان لو جلست إلى الفجر ما أعطيتها حقها، لكنني سأحاول في 10 دقائق أو 15 أن أضغط نفسي، سأخذ من الشيخ 5 دقائق ومن مدير الفرع 5 دقائق ومنكم 5 دقائق ومن النساء 5 دقائق، وأفوز ب25 دقيقة بدل 11 دقيقة كما حسبتها في جوالي، والشيخ تبسم إن شاء الله سيرضى، والمدير كفيلنا قال طيب، لأني سمعت ضحكته وأنا لم. إذن يا أخوان تعالوا، وأقول هذا الكلام يا أخوان لنفسي، أنت صحح لنفسك اللي تعرف أنك من أهل الفردوس الأعلى أو دون. الجنة ستدخلها بأمر الله، الجنة مضمونة لأمة محمد بأمر الله، بأمر الله سندخل الجنة ومغفرته، لكننا لا نريد جنة، نريد الفردوس الأعلى. ويجب أن يكون همتي هذه، ليش أنا أريد أن أكون من أحسن الناس، أنا تعبت عشان أصير أحسن جراح قلب في العالم، وهو من حقي. جميل أنك تكون من أحسن جراح قلب، جميل أنك تكون أحسن مهندس، جميل تحسن أنك من أعظم علماء هذا البلد أو السعودية أو أي بلد، لكن الأجمل أن تكون، أن يكون عندك همة
وهم أنك تكون من أهل الفردوس الأعلى. فكيف أكون من أهل؟ ما هي العلامات؟ واحد، صححوا. ونصيحتي لكم في عام قادم أو أي واحد يأتيكم، لابد من ورقة وقلم لتكتب، لأن الرأس ضيع. وقد أتى الله بالجوالات نعمة رزقة لأمة محمد، أن ربي رزقنا هذه الجوالات نعمة ولغيرنا نقمة، فافرحوا بها. أول شيء يا أخوان أقول لكم قصة. طلبت مقابلة لواحد من أكبر المسؤولين في المملكة عام 1423، في صيف 1423، في أمر ما أريده لنفسي دنيوي طبعا. فذهبت إلى مدير مكتبة قلت أريد أن أقابل فلان، قال لي طيب فضل يا دكتور، جلسني. بعد 4-5 دقائق نقلني إلى مكتب آخر، ثم إلى مكتب آخر أنيق صغير فيه 3 أشخاص، رجل أعرفه أمير مشهور من الأمراء، صاحب جاه وصاحب منصب أعرفه من الإعلام، ما أعرفه شخصيا، وينتظر الدخول على هذا المسؤول الكبير، واثنين ما أعرفهم، رجل في 60 ورجل في 20. جلسنا، كان الساعة 11:05، جلسنا، أذن المؤذن الظهر، وما أن انتهى المؤذن إلا قال الذي في 60 للذي في 20 قم نروح نصلي. قال له والله عمرك لنا 6 أشهر نبيها المقابلة، تضيع علينا المقابلة. قال قم، ما تسمع الإمام ايش يقول؟ يقول المؤذن ايش يقول؟ يقول حي على الفلاح، الفلاح هناك مو هو هناك. قال طول الله عمرك، طول الله عمرك. قال أقول لك قم، نمسك الآخرة، والدنيا إن كان لنا فيها خيرا ستأتي، إما إن كان فيها شر فلن تأتي. قم. فتمنيت وبكيت، أما بكيت يعني أحيانا تبكي عندما ترى عبادة عظيمة، من يخشى الله أمامك، من يعبد الله على بصيرة، من لا يقدم دنيا على دين، واضح الأمر عنده، ربي هو الأول. ليش؟ هو الرزاق. فهل معقول أني أطلب الرزق ثم أتخطاه وأحط ثاني وأعطي الرزق الأول؟ لا، واضح الأمور، ربي الأول، الصلاة الأول، جاء أذان ربي انتهت، جاء وقت ربي لا اتصال إلا معه انتهى، قام. أما وتمنيت أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وأن يكون حاضرنا ليرى من أمته بعد 1423 سنة من البعثة، من الهجرة، من لم يقدم دنيا على دين. واضح الأمر. لا، قمنا وصلينا وجئنا، دخلونا الساعة 1 على هذا المسؤول الكبير. أتدرون هذا الرجل لماذا داخل على هذا المسؤول الكبير؟ مظلوم في مئات الملايين، أخذت منه بغير وجه حق في مشروع من المشاريع، فجاي يطلبها. هذا الرجل تنازل عن مئات الملايين عشان إيش؟ يدرك صلاة ظهر في جماعة، يدرك صلاة ظهر في جماعة، تنازل عنها لأنه عارف أنه إذا فتحت أبواب السماء أغلقت الدنيا، لا تفتح، تقفل الدنيا إذا فتحت السماء. انظر إلى نفسك تقول أبا بس أشرح لولد المسألة ذي وأقوم أصلي، شك راحت الصلاة، بس أخلص، لا يمكن أمدي المسجد الثاني اللي هناك عشان أستغل الوقت، ضاعت الصلاة، راح الصف الأول. إذا أذن المؤذن خذوها قاعدة، انظر لنفسك، إذا أذن المؤذن أنت وين؟ فإذا أنت في المسجد فابشر بالفردوس الأعلى، وإذا أنت تتمغط عند التلفزيون أو في أي مكان ثم نقول يا حبيبنا نصلي، قال نسمع الإقامة، إذا أقيم مشينا. أو الله غفور رحيم، يا أخي تعقدون المسألة، الصلاة في البيت تجوز صح؟ تجوز يا تجوز يا أخي، أنتم ليش تعقدون؟ الإمام الفلاني قال أن صلاة المسجد سنة، ليش يا أخي تعقدونها أنتم؟ فاعلم
أن الأمر منتهي. هناك من يقدم دنيا على دين في إيش؟ عشان يحضر مباراة كورة. هناك من يقدم دنيا على دين، دخلت إلى بقالا وعندنا في السعودية ليس له عذر، يعني أحيانا الله يضع عليك يعني ابتلاء فوق ابتلاء، يعني المملكة تقول لك إذا أذن سكر، هذا إعانة على طاعة ما بعدها إعانة، فيأتي عشان 5 ريال مكسبها ريال يسكر البقالة ويقول يلا عشان نبيع يلا، فيضيع الصلاة. صاحب مطعم عنده زباين، يسكر المطعم يسكر الستائر، يظن أن الهيئة أو المسؤول عن الصلاة لا يعلم، وربه ينظر إليه ويقول خسئت، قدمت دنيا على دين والدنيا لا تساوي عندي جناح بعوضة، تركت الرحمة وذهبت إلى النقمة، فلا خير فيك. إذن أول نقطة في سلامة القلب عشان تعرف أن قلبك سليم، انظر هل تقدم دنيا على دين ولا لا. انظر لحالك، ما أنت والدنيا؟ خذوها قاعدة يا أخوان، خذوها قاعدة يا أخوات. إذا رأيت دنياك تزيد وآخرتك تقل، فاعلم أن دنياك نقمة وعذاب. يعني أضرب مثل على الأطباء، طبيب وشحليلة توه متخرج من الكلية، يصلي مع الشيخ في الصف الأول، شوي 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 10 سنين صار استشاري عظيم، الناس يشيرون له، الشيخ فقده، قال يا حبيبنا ما عاد نشوفك، قال يا أخي الشغل كثر، ويا الله أصلي في البيت، والله اعرف أن دنيا ذي منتهية، نقمة نقمة مهما قال. واحد كان عنده 1,000,000 ريال عماني، وكان يصلي مع الشيخ في الصف الأول، بين عشية وضحاها صار عنده 100 مليون، الشيخ فقده دوره وين، قالوا يا أخي انشغلنا، قال على فكرة يا حبيبنا عندنا ناس ضعوف وكذا ونبغى لهم 10,000 ريال، قال يا أخي فاكرني بنك يا شيخ، والله ما عاد الواحد ما عاد يقدر ذا، ما فأصبح شحيحا بعيدا. قل له ذا دنياك نقمة ما فيها خير، خذوها قاعدة. إذا رأيت دنياك تزيد وآخرتك تقل، أيا كنت رجلا أو امرأة، فاعلم أنك في نقمة، وهذه الدنيا ما هي إلا كما قال ربي، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمد لهم خيرا لأنفسهم إنما نمد لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لكن إذا رأيت دنياك تزيد وآخرتك تزيد معها، كان يصلي في الصف الأول، بعدين صار استشاري عظيم يشار إليه بالبنان، صار ضابط، كان أول ملازم بنجمة، بعدين صار لواء قائد قوات صلالة، لكنه كان في الصف الأول، ثم عندما أصبح قائدا كان أصبح يقوم الليل ويجلس الشروق، والشيخ صار يلاقيه في صلاة العصر يجلس أحيانا إلى المغرب، سعادة اللواء ليش تجلس إلى المغرب؟ قال ألم يقل صلى الله عليه وسلم من جلس من العصر إلى المغرب فكأنما أعتق 4 رقاب من أبناء إسماعيل، ورقبة من أبناء إسماعيل تعدل 10 من غيره، 40 رقبة كل رقبة تبعدك عن النار 70 خريفا. هذا عرف نفحات الله، إن لله نفحات. عرف امرأة كانت قبل أن تتزوج تصلي تحافظ على الصلاة، أصبحت عقب ما تزوجت ورأت الأبناء ورأت المال وزوج طيب وأمور طيبة وكلش طيب، قالت لا أبا تنقب، لا أبا زيد، لا أبا أصلي أجلس للضحى، أجلس للشروق، لا العصر مش عندي، ما عندي شيء، أجلس مصلي أسبح وهلل وذا، وإذا احتاجون العيال يجوني، إذا ما احتاجوني أنا قاعدة في مصلي، ما عندي وش أقعد عند التلفزيون ولا قاعدة ولا قاعد عند ابو العيال بغير، بس وين جيت وين رحت وين طحت، خلي يروح يسعى في ارض الله وانا اسعى مع ربي، وبعد المغرب بيجيني وين بروح،
والجوال بسكه اقعد هالعصر، ان جوني الحين العيال يبغون ادرسهم بدرسهم وانا في مصلاي. فزادت فهي على خير، لكنها اذا تزوجت من ذلك الوزير العظيم وكثرت دنياها كانت تصلي في الوقت ثم بدات تجمع، فاقول لها نقمه انت ودنياك ووزيرك لن ينفعك. قاعده خذوها لمن يريد ان يكون قلبه سليما. هذه الاول. اما الثاني وأعتذر أنني لم آتيكم بأدلة على هذا لكن لضيق الوقت. الثاني، انظر لنفسك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنت وسننه. إذا خرجت باليسار من المسجد باليمين من المسجد هل تندم ولا ما تندم؟ أوه يا أخي نساني الشيطان، المفروض أطلع باليسار طلعت باليمين، استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله استغفر الله. أحيانا يقول لا أرجع أجل أرجع عشان ما يضحك علي الشيطان. وجدت رجلا في القاهرة يخرج من مسجد فخرج برجله، انظروا لهذا، بعض الناس يتصيد السنن تصيدا عجيبا، خرج برجله اليمين، أي خرج برجله اليسار كالعادة من المسجد ووضعها في الحذاء. فقال له الابن عمره 10 سنين أصغر من هذا الله يحفظه، أبي أبي. قال نعم، السنة السنة. فتنبه أنه خالف السنة، أدخل يده رجله اليسار قبل اليمين فرفعها ووضعها على الحذاء، ثم أخرج يمينه وأدخلها في الحذاء ثم أدخل اليسار. هذا من هو؟ هذا يتصيد النفحات، يتصيد السنن، يريد أن يكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخواني، القضية ما تحتاج. أهل الأصول يقولون ماذا؟ فاعل السنة يثاب وتاركها لا إثم عليه. هذا من هو؟ في الكتب، إنما في القلوب لا. إذا بكيت من قلبك لأنك تركت سنة فاعلم أنك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، قاعدة. أما إذا بديت أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذه سنة، يعني مو بلازم نقول في كل واحدة بسم الله، نقول كل واحدة الحمد لله سنة. طيب الصلاة راحت ثلاثة أرباعها سنة. الحج هذه سنة. قابلت رجلا من العلماء من طلبة العلم ليلة 9 ليلة عرفة لابسا ثوب، قلت له ما أحرمت يا شيخ الضحى؟ قال سنة. قلت خسئت. فعندما تصبح السنة لا شيء عندك فاعلم أنك لست معه، الخط مختلف. ستدخل الجنة بأمر الله برحمة الله لكن لن تكون معه. من يريد أن يدخل دخل رجل، ولا بد أن تسأل نفسك ليش هذا يتبع السنة وأنا ما أتبع. رأيت رجلا كان حليقا، بعد شهرين رأيت لحية كثفة، وكان يناكفني في اللحية مناكفة عجيبة، ليش وليش طويلة وليش كذا وليش ليش. فسألت ليش؟ قال يا أخوي يا أبو محمد دخلت صلاة المغرب في صلاة العصر من شهرين فنظرت العالم كلها ملتحية وأنا ماني ملتحي. قلت الحين أنا شوف يعني إيش اللي يفرقني عنهم؟ ماذا يفرقني عنهم؟ وأنا شمالي اللحية هي واجب، هي حرام حلقها، هي هي هي، أليست سنة والمحمد صلى الله عليه وسلم حث عليها؟ بصرف النظر ما هي؟ ماذا يريدون وأنا ماذا أريد؟ أليسوا يريدون أن يكون معه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أن أكون مع مين؟ والله سأربيها. قال لي الشيطان، يقول قال له الشيطان انثبر اسكت، ما بقى عليك أشياء كثيرة قبل ما تسوي لها. قال والله لا أبدأ بها. فيقول عزمت من ذاك اليوم أن أربيها، لأني سألت نفسي ليش أنا هذا مربي لحية وأنا لا أربيها؟ في أخطاء أغير الأخطاء علشانها. إذن اسأل نفسك دائماً
لماذا هذا؟ الثالث، هل أنت من أهل القرآن وخاصته؟ وأهل القرآن وخاصته يا أخوان لا يعني أنه أستاذ في كلية التفسير، لا، رجل يقرأ القرآن ليقرأه، هناك رجل يقرأ القرآن ليأخذ أجره، جميل، هذا مثاب، وفي كل حرف له حسنة بل عشر حسنات كما في حديث أبي مسعود، وهو على خير عظيم. وهناك من يقرأ القرآن ليقرأه ويفهمه ويقرئه ويفهمه وينقلب من قارئ للقرآن إلى معلم للقرآن. عيب يا شيخنا أن تجد في الرياض أو في صلالة أو في مكة أو في القاهرة أطباء ومهندسون لا يقيمون الفاتحة، ثم يقول أبي الفردوس الأعلى. طيب أنت أقمت الفاتحة، تسمع بعضهم يؤم ولا يتجرأ ويؤم الناس وهو لا يقيم الفاتحة، الفاتحة ليست له. بلعت كتب الطب كلها ولم تقم بالفاتحة، الفاتحة عيب. ثم تقول أريد أن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون لي موقف مع القرآن في تدبره. ولدي، لماذا لا يتدبر المسلمون القرآن؟ عفوا ترى أنا قعدت أسرح وبسحب بكم، والله مشينا بقي خمس النساء وخمس أهل صلالة اللي ما حضروا. ها؟ خمس من عندك؟ عندي أنا ما أملك شيء، مسكين أنا. ها يا أخوان، أخ ولدي، ها؟ لماذا لا نتدبر القرآن؟ من يقول لي؟ أعوذ بالله، لا 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 لا، لسنا هكذا، لا 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 لا، هذول المنافقين. لا، أمة محمد ليس على قلوبهم أقفالها، الدليل على ذلك تعال واحد يقرأ عليه القرآن يبكي. أمة محمد على خير مهما كان فيها. يا أخي العاصي منها إذا ذكرته بالله صح، العاصي. فهذه الآية الناس يطبقونها على أنفسهم وهي ليست لنا، هذه للمنافقين، والحمد لله قلوبنا، قلوب الأمة كلها، المقصر منهم والسابق على خير. صح أن السابق له قدم سبق، لكن ليس، لماذا لا نتدبر القرآن؟ من يقول يا سعادة المهندس؟ اترك إذنك وجاوب السؤال، ها؟ عشان تسمع زين. طيب ما فهمت، وين رحت؟ والله سؤالك خاب عني. طيب لماذا لا نتدبر القرآن؟ لأن همنا ما نركز على قراءة القرآن ولا نتفهم معاني. نعم شيخي، لأن نحن نقرأ القرآن للأجر ولا نقرأه من أجل الفهم والتعمق. جميل، بس ليش؟ طيب ليش ما نتدبر؟ لأننا لم نفكر أن نتدبر، لم نفكر أن نتدبر. بسيطة يا أخي، أنت لو فكرت أنك تتدبر ستتدبر. يعني كيف أتدبر القرآن؟ يا أخي، ترى يا أخواني، نعمة أن أكون عمانيا، نعمة أن أكون سعوديا، نعمة أن أكون بلسان عربي مبين أتكلم وأفهم، نعمة أعطانيها ربي ما أستغلها. وأنا أضع لي ختمة قراءة كل ثلاثة أيام، كل أسبوع، كل شهر، على حسب ما أريد من الفردوس الأعلى، لكن أضع لي ختمة بالتفسير. لا أريد أن أكون عالم، لكن أكون أعرف وش أقرأ من التفسير الميسر اللي طبعته مطبعة المدينة، أو اللي طبعه موجود هنا أو هناك، أي تفسير ميسر تقرأ منه تفهم الآية، تفهم ما أنت فيه يكفيك. إذا المشكلة في هذه وش المشكلة؟ على الشيطان، ما يبيك تدبر. ليش؟ مين مشكلة أنك ما تفهم؟ أعظم من هذه، لأنك إذا فهمت الآية
بتروح تفهمها مين؟ زوجتك وأهلك وعيالك والمكتب، تجي تقولها لجماعة المسجد، ستنقلب من مسلم عادي إلى مسلم ينشر الخير ويعلم الناس الخير، تسبح له الحيتان في بطن السماء في البحر، وكل شيء يسبح له ويستغفر. الشيطان ما يبيها، يقول لك عجاهل. مشكلتك إذا تعلمت تبي تروح تعلم غيرك، مو مشكلتك أنك أنت فلتت منه، لكن المشكلة أنك تبي تشع هذا الخير وستنقلب، وكل واحد تعلمه سيعلم. شفت الخير اللي حنا حارمينه لأنفسنا؟ والأمر بسيط. الأمر الرابع بسرعة، التسامح. أي واحد يتسامح معناه من أهل الفردوس الأعلى. والتسامح لن أتكلم فيه، لكنه على أربع درجات. أعظمه، ما هو أعظم التسامح؟ هذا أوله. شفت العفو عنه؟ هذا ثاني. أوله الكاظمين الغيظ، ثاني العافين عن الناس يعني اللي سامح الناس، الثالث إيش في سورة السورة؟ فمن عفا وأصلح، أنك تعيد علاقتك مع الناس. الرابع في سورة الشورى. لا لا لا، صعبة لي، لا يستطيعها إلا أهل الفردوس الأعلى. وشوف الآية شلون، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سبكها اللغوي يخوفك، يعني معنى كأن ربي يقول لك أنت إذا أنت هكذا فأنت في الفردوس الأعلى. قابلت رجلا، ولو أني سأطيل عليكم بس أنا يعني، بس الشيخ يقول لا، قاعد يناظرني بعدين الكفيلي هنا أخاف منه. ألا اسمعوا هذه القصة. ألقيت كلمة في مسجد مساجد الرياض، فجاءني رجل بعد الكلمة قال يا دكتور أنا أشتغل فراش، بالعربي قهوجي، أسوي القهوة للناس، وتعرف هذا يرمي عليه الفنجان، هذه حقتك الظاهر جايتك، هذا يرمي عليه الفنجان، قهوتك باردة، قهوتك مثل وجهك، شاهيك بارد، غزال، يقول كل العالم تلعب فيني، وأنا أسكت. ثم إذا جاء في الليل أعيد الشريط فأقول الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه، فأسامح الناس كلهم. فأجي للدوام، يجيني هذا اللي رمى علي الفنجان يحب راسي، يا أبو فلان والله إني متأسف إني البارح ما نمت لأني رميت الفنجان في وجهك. قال أنت رميته في وجهي؟ والله ما أدري. قال أنا ما تحس؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إني نسيت. يقول يا دكتور أنسى تماما الحادثة. يا دكتور يقولوا لي خبل، قلت والله هم الخبول. يقول لي زملائي في أحد ينسى الإهانة؟ يا دكتور مجرد أني أقول سامحت تنتهي. قلت نزلت فيك آية وأنت من الصحابة، أنت يقبل رأسك ويدك بل ورجلك. هذا الرجل كان أسمر البشرة، لا تستطيع أن تنظر لوجهه من النور الذي فيه، نور يتلألأ. هذا هو من أراد أن يصل أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم فليدرب نفسه، وهو تدريب. خل عندك هم، خير لي أن أخرج يقولون لي عبيط من هذه الدنيا لكني رفيق للحبيب صلى الله عليه وسلم، من يقال لي شرس قوي ما يأخذ حقه، وإذا بي أنا أخذ حقوق الناس لأني شرس. لا يهمك الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا بالزاء، وما زاد الله عبدا بصبر على ظلم
إلا عزة. شوفوا صبر على ظلم، يعني الظلم مستمر وهذا صابر عليه، وظلم إلا عزة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا عز، أجي أقول لا هذا إهانة لي ويستعظفني؟ فإذا أنا هكذا وأنا كامرأة أو رجل هكذا فأنا من أهل الفردوس العالي. الرابع أو الخامس أن أكون صاحب حسن خلق بمعنى الكلمة، مثل أهل عمان، أن أكون صاحب حسن خلق. وصاحب حسن الخلق فيه ثلاثة أمور: متواضع، لا يمكن أن يكون صاحب الخلق إلا متواضعا، صاحب قلب أبيض لا يحقد، ثلاثة لا يحمق، إنما قد يغضب ويبلع غضبه لا بأس، لأن ما في أحد ما يغضب، لكن لا يحمق. المشكلة ليست في الغضب، المشكلة في الحمق، ما يخرج من الغضب. الأمر السادس في القلب السليم أن يكون لك هم في هذه الأمة أن تكون سبباً لعزتها، ولن تكون سبباً لعزتها أبداً إلا إذا قدرت ربها حق قدره، فلم تقدم عليه أحد. هذه واحد. اثنين، اجتهدت ليل نهار أن تكون من أصحاب الملايين بل المليارات، أو أصحاب علم عظيم، أو اثنين هم مع بعض، فيعز الله بك الأمة. الله لا يعز الأمة بضعيف لا يسوى شيء. لابد أن يكون لك، لابد أن نعلم أبناءنا. ليش تدرسون أبوك؟ ليش تدرس؟ مو عشان ترزق، سترزق. يقول صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. لكن أريد أن أعلم هذا الولد وهذا الولد أن دراسته جهاد، نصر للأمة. الأمة أمم لا يسوون ما نلبس، يقودون الأمم بسبب علمهم ومالهم. إذا لم نضع في بالنا هذا، لابد أن نجمع الأموال، تلو الأموال، تلو الأموال، ونكون من الأقوياء، نتجه للدنيا، لكننا إذا نادى ربي نقفلها لأن فتحت أبوابها. لابد أن نضع الدنيا. يا ولدي وين نضع الدنيا؟ وين نضع الدنيا؟ في أيدينا. ونضع الدنيا في الآخرة في قلوبنا، فإذا فالآخرة إذا نادت سيطرت على الدنيا ورمتها وجاءت لربها. ثلاث ساعات فقط من 24 ساعة، الأربع وعشرين ساعة فيها 1444 دقيقة. ربي أنت تحتاج إلى 200 دقيقة لتدخل الفردوس الأعلى، و1444 دقيقة لك. اسعى في الدنيا لكن لا تفعل حراما، لا تفسد ما فعلت من 200. ترى ربي يبي 200 ساعة، من 1444 ساعة أقصد دقيقة. إذا سويت أنا وياكم 200 دقيقة لربي خالصة، لم أقدم فيها عليه أحد ومركز فيها، فأنا في الفردوس الأعلى، والباقي جاهد واركض في هذه الدنيا لكن لا تفسد ما عملت. الخامسة والأخيرة، السابعة والثامنة، أن أرضى بقدر الله مهما كان. تبي تريد أن تعرف منزلتك عند ربك، فانزل فانظر منزلة ربك عندك. أن تريد تبي تعرف ربي راضٍ عليك ولا لا، وش تعرف؟ وش تسوي؟ وش أهم دليل رضا الله عليك؟ أن ترضى عن قدره حق رضاه، وأن تعلم أن هذه الأمة خيرها شرها خير محض، لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له. إذا وقع ذلك في قلبي وقلوبكم يقينا فإنه من أسباب سلامة القلب. الأخير الثامن، وأنسانيه الشيطان، الثامن وهو مهم
لكنني نسيته. الثامن الرضا بقدر الله، نسيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم تداخلوا الاثنين معي فقدمت هذا وضيعت ذاك. على العموم الثامن أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. أسأل الله هذه يا أخوان الأمور، سلامة القلب، أنا وأنتم نريد الفردوس الأعلى. الثامن أن نتصيد نفحات الله واحدة تلو الآخرة. عيب لما يقعد أبو عبد الله في المسجد إلى الشروق وأنا التسليمة الثانية على المخدة. التسليمة الثانية ليش يا أخوي؟ قال الدوام. طيب يا حبيبنا الجمعة والسبت ليش ما تدرس الشروق؟ قال ها سهرت. حل عليك. لماذا يجلس أبو عبد الله للعصر ويسبح ويهلل ويعطي من ذيك الحسنات وأنت تركض تبي تروح هنا وهناك؟ لماذا الجمعة لا تجلس العصر كله إلى المغرب؟ يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع، ألا يستحق ربي أن يقدر فأجلس يوم؟ تقول لي أم العيال ليش؟ قل لها أنا عندي ميعاد مع ربي. يا أخواني التصيد نفحات الله وتعظيم هذه الأمور مهمة جدا. التاسع غصبا على الشيطان ربي ذكرني إياها، أن إذا أذنب أن لا أحاول بقدر الإمكان أن لا أقع في الذنب. وكل واحد يفكر في ذنب ثم يصد عنه فليعلم أن الله يحبه. إذا ابتعدت عن ذنب وأنت قد هميت فيه فاعلم أن الله يحبك. علامات حب الله لك هذه، إذا فكرت أن تقع فيه ورحت له ثم تراجعت فاعلم أن الله يحبك. وإذا وقعت فيه ورجعت بسرعة قبل أن يرتد إليك طرفك فاعلم أن الله يحبك. بمقدار توبتك، سرعة توبتك مقدار محبة الله لك. هذه قاعدة. هذولا تسع أسأل الله أن يتولاني فيهن وإياكم بطاعته ويسر أمري وأمركم. أعتذر عن الإطالة. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد واحد أحد لا إله إلا هو أن يعز هذه البلد بلا إله إلا الله. اللهم عزها بلا إله إلا الله. اللهم عزها بلا إله إلا الله وعز أهلها بلا إله إلا الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أشغل هذه البلد بسنة حبيبك فتصيدون السنة كالمنقاش لا يتركون صغيرها وكبيرها. اللهم واشغلهم يا رب العالمين بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والصلاة والسلام على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز بهذا البلد الإسلام وأهله وتولهم. اللهم آمين. يسر أمورهم، اشرح صدورهم، اعلي ذكرهم، أعنهم في دينهم ودنياهم. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم لا تخرجني والحاضرين من هذا المسجد المبارك إلا وقد أخرجتنا من ذنوبنا كلها وهمومنا كلها وأحزاننا كلها وأمراضنا كلها وأمراض من نحب وديوننا كلها. اللهم آمين. ربي 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 أنزل في قلبي وقلوبهم يقينا يا ربي يا عليم كما أنزلت في قلبي وقلوبهم أن من رفع السماء إلا أنت ولا بسط الأرض إلا أنت. أنزل في قلبي وقلوبهم يقينا أن رزقنا ليس إلا بيدك ليس بيد غيرك فلا نطلبه ولا نفكر أن نطلبه من غيرك يا رب العالمين. اللهم أنزل في قلبي وقلوبهم يقينا أن ما أصابني وأصابهم من ابتلاء ما هو إلا خير لي محض. اللهم أنه خير لنا محض. اللهم يا ربي وأرضنا به واجعلنا راضين به كرضانا عنك يا رب العالمين. اللهم ارضنا وارضنا وارضنا. اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم اجعلني والحاضرين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلني يا رب العالمين والحاضرين ممن
تتولاهم بعفوك وكرمك. اللهم انفع بهم الأمة واكشف بهم الغمة وانصر بهم الأمة. اللهم اجعلهم مباركين سالمين غانمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم ابعدني والحاضرين عن العجب وحب المدح والقيل والقال وكثرة الكلام. اللهم اجعل لي ولهم لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعل لي ولهم لسان صدق في الآخرين. اللهم ارزقني يا ربي وإياهم لسانا يقول الحق ويصدع بالحق ويحيا على الحق ويموت على الحق ويحشر مع نبي الحق صلى الله عليه وسلم ويرى ربه رؤية حق. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، أنت المعين، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت العظيم، أكرم النساء بكرمك. اللهم يا ربي يا كريم، من كان بينها وبين زوجها سوء تفاهم فردها إليه ردا جميلا، واجعل حياتها وحياته سعادة وعبادة. اللهم من كان من أبنائهن أو بناتهن في تقصير في صلاة أو غيرها، اللهم لا تردها إلى بيتها هذه الليلة إلا وقد رددت ابنها أو بنتها إليك فجعلته هاديا تقيا نقيا. اللهم من كان من أبناء الحاضرين أو بناتهم مدخنا أو مقصرا أو شاربا أو مدمنا لأي شيء يغضبك، اللهم يا ربي كرهه فيه ورده إليك، وقر عينها به في صلاة الفجر في بيت من بيوتك يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا كريم، من كان من الحاضرات والحاضرين، اللهم من كان من الحاضرات عزباء، اللهم يسر لها زوجا صالحا فالحا تقيا نقيا غنيا تحبه ويحبك قبل أن ينتهي هذا العام. اللهم تولهن بطاعتك، اللهم استر عوراتهن، يسر أمورهن، اشرح صدورهن. اللهم اجعلهن صالحات فالحات حافظات للغيب بما حفظت يا رب العالمين. اللهم يا ربي أكرمهن بكرمك، أنزل عليهن رضاك، اللهم ارضهن بطاعتك، اللهم تولهن، اللهم يسر أمورهن. اللهم يا ربي يا كريم، تعلم أنت تعلم ولا يعلم إلا أنت أن صلاح هذه الأمة في عمان أو في غير عمان إلا من نسائها. اللهم فاصلح نساء عمان كلهم، اللهم فاصلح نساء عمان كلهم ونساء بلدي ونساء بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تولهن، استر عوراتهن، يسر أمورهن، اشرح صدورهن. اللهم من أرادهن بشر فقه شرهن، فقهن شره بما شئت وتولهن. اللهم يا ربي يا كريم، هؤلاء الإخوة قد أطلت عليهم، اللهم يا ربي يا كريم فاغفر لهم أجمعين وتولهم، أنزل عليه تولهم يا كريم. اللهم تولني وإياهم يا كريم بعفوك وعافيتك ولطفك وعطفك ورعايتك وعنايتك ومغفرتك ورحمتك ورضاك، وانزل علينا رضوانك. اللهم يا ربي يا كريم، وانظر إلينا نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم تولى من حضر وتولى من لم يحضر. اللهم من لم يحضر وكان يريد أن يحضر فشغله شاغل أو أخره الشيطان، اللهم يا ربي فاكتب له الأجر كله وتوله ويسر أمره واشرح صدره. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أنت المطلع على الصدور ما فيها وما تعلم، وتعلم ما خائنة الأعين وما في الصدور. اللهم إن كان ما في صدري وصدور الحاضرين والحاضرات خير لأنفسنا في ديننا ودنيانا، ربي فيسره لنا قبل أن نخرج من هذه الأبواب، وقدره لنا وأعننا على شكره، وإن كان فيه شر لنا ربي فأبدلنا بخير منه وأرضنا به، اللهم آمين، وأعننا على شكره. اللهم يا ربي يا كريم، أشهدك على محبة الحاضرين، اللهم يا ربي فحبهم وانزل محبتك عليهم ورضوانه، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.